السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد لمادة البرمجة الغرضية. المقطع هذا إن شاء الله راح أتكلم عن الأساسيات المطلوبة في الجافا قبل ما نتعمق في المادة. طبعا الأساسيات هي راح تكون عن الكلاس والأوبجكت، أيضا الأوبجكت ريفرنس والفارق بينها وبين البريمتيف داتا تايبس، وأخيرا اللي هو الميثود. لكن المقطع هذا راح أتكلم نوعا ما بالتفصيل عن الكلاس. قبل كذا فيه نظرة عامة، يعني بشرح لكم بشكل عام علاقة الكلاس والأوبجكت، لأن هذا شيء رئيسي، شيء مهم بالنسبة للمادة نفسها. إذا فهمت المصطلحين هذولا النقاط اللي بعدها راح تكون واضحة جدا بالنسبة لك. الكلاس والأوبجكت مرتبطة ببعض، لذلك لما نتكلم عن الأوبجكت، الأوبجكت هو عبارة عن شيء محسوس أو غير محسوس، بحيث إنك تريد إنك تحفظ بيانات أو معلومات عنه في الجهاز. فلما تقرأ التعريف أمامك، الأوبجكت is tangible or intangible، معناته إنه شيء ملموس أو غير ملموس، that we want to store its information، بحيث إن نبغى نحفظ بيانات أو معلوماتها في الجهاز. لما تناظر حولك أي شيء تراه، أي شيء تراه فهو object، والobject معناته شيء أو كائن، شيء أو كائن، فهذا يسمى object. نفترض أن مثلا أخذنا السيارة كمثال، عندنا مثلا السيارة هذه تعتبر object، السيارة الثانية object، الثالثة object. طيب السيارات هذه تحتوي على attributes أو سمات، منها البراند مثلا اللي هي الشركة، الاسم، سنة الصنع، اللون، كاتيجوري، البرايس، السعر، وغيرها من الأمور هذه. أيضا لكل واحدة منها actions، والactions تشترك في ايش؟ في الاكسلريشن، تسارع، التراكشن سيستم، وأيضا البريك سيستم. هذه تعتبر ايش؟ actions، فهي تختلف الاتريبيوتس عن الاكشنز. بالتالي كل سيارة راح يخزن او يحفظ أو لكل اتريبيوت variable. مثلا عندك الاولة كرايسلر، الاسم سي 300، سنة الصنع 2020، وهكذا، وغير السيارة الثانية والثالثة. فهذه objects، وكل object يحتوي على نفس الاتريبيوت والاكشنز، يعني يمشي عليها ولها اسماء وبيانات مختلفة من object الى object اخر. أما بالنسبة للقالب هذا، القالب هذا هو الكلاس. إذا ما هو الكلاس؟ الكلاس is the basic template، هو القالب الأساسي الذي يصف ما هي المعلومات اللي لازم نذكرها، أو ما هي البيانات والعمليات اللي نحتاج نحفظها من هذا الأوبجكت. باختصار راح نذكر تعريف بسيط عنه: الأكسس موديفايرز معرفاته وأيضا أنواعه، راح نتكلم عن الكونستركتور، وأخيرا اللي هو الكلاس variable types، أنواع الفاريبل الخاصة بالكلاس. تعريف الكلاس: يمكن تعريف الكلاس بأنه مخطط أو نموذج أولي يمثل مجموعة السمات والسلوكيات التي يدعمها الكائن من نفس نوع الكلاس. لما تجي على كلمة attributes وأنت تلاحظها في التعريف، يقصد بها الفاريبلز، هي عبارة عن الفاريبلز. أحيانا تسمى data properties مثلا خصائص، أو details مثلا اللي هي التفاصيل، وأيضا behaviors هي الميثود الخاصة بالكلاس. ممكن تشوف في كذا مقطع أو في عدة كتب أسماء متعددة، فأحيانا يطلقون على الميثود مثلا operations أو actions أو functions، وكلها نفس المعنى. الاسم المعتمد للكلاس يستخدم في ثلاث مواطن: الاسم الخاص بالكلاس نفسه، وأيضا في الكونستركتور، وأيضا يستخدم في الأوبجكتس. لما نختلق أوبجكت جديد راح يحتوي على نفس اسم الكلاس اللي تبي تسوي فيه هذا الأوبجكت. لما نريد إعلان أو ذكر كلاس، نبغى تسوي كلاس، في هناك أشياء أساسية تذكر، أو مركبات، خلينا نقول الكومبوننت، يعني شيء يركب فيه الكلاس بالترتيب. ففي عندي الموديفاير، فنقول مثلا public، وعندي الكلاس كيورد نفسه، هي الكلمة نفسها كلمة كلاس،
ايضا class name اسم الكلاس. اذا كان هناك في سوبر كلاس تستدعي مثلا نقول ان السكوير اللي هو شكل مربع يستدعي سوبر كلاس اللي هو الشيب اللي هي الاشكال او الشكل. ولا ننسى كلمة extends اللي هو استدعاء. وايضا عندي اللي هو الانترفيس، ولا ننسى الكلمة اللي تستدعي الانترفيس اللي هي كلمة implements. واخيرا اللي هو البادي الخاص بالكلاس. لكن على العموم هذا الشكل هو يعتبر ادفانس، وهذا راح نشوفه ان شاء الله في مقاطع جاية. فهذا هو الادفانس، او هذا خلنا نقول الكمبليت شيب اللي هو الشكل الكامل. اللي راح نستمر فيه الان هي اشياء رئيسية: المودفاير، الكلاس كيورد، واسم الكلاس. هذا هو عندي البادي، هذا اللي راح نمشي عليه. لما ننظر الى الكلاس عرفناه بانه بلو برينت زي المخطط حق مثلا العماير، المباني وغيرها، او حتى في السيارات وغيرها من هذه الامور. عندي مثال بسيط هنا، تخيل مثلا ان هذا مخطط انا خططته، عندي غرفتين نوم، عندي صالة، عندي مطبخ، درج وغيرها من هذه الامور. هذا يسمى كلاس. ليه؟ لانه ما زال تخطيط، وهو شكل عام. الكلاس هو عبارة عن شكل عام. الأوبجكت كيف راح يكون شكله؟ الأوبجكت على طول هو التنفيذ. بالتالي عندك one object، هذا الأوبجكت الأول، الثاني، الثالث، عندك عدة objects. لاحظ حاجة، الأوبجكت دائما يمشي على مسار أو يتبع مسار الكلاس على نفس التخطيط. نرجع إلى هذا التخطيط، نفترض أنه والله أنك أضفت غرفة، جميع الكلاسز راح تتأثر بنفس هذا التأثير، فتنتبه لهذه النقطة لأنها جدا مهمة. مثال آخر، مثلا عندي أبا أسجل للطلاب الخاصين مثلا بجامعة معينة، فعندي مجموعة طلاب أخزن بياناتهم في الكمبيوتر. قول عندي الطالب الأول، الطالب الثاني، الطالب الثالث، عندي 30,000، 100,000 طالب. إيش راح نحتاج منهم؟ نفترض بشكل مبدئي نحتاج الاسم، الاي دي، والفون نمبر. هذا معناته أن جميع اللي عندي راح يمشون على هذا المسار اللي هو، او هذا التمبلت القالب اللي يسمى كلاس. فيكون الشخص الاول يعتبر اوبجكت او كائن، نعطيه الاسم او ناخذ منه الاسم اللي هو محمد، ثم بعدين رقم الاي دي، ثم رقم الجوال، والشخص اللي بعد اسمه عمر، ونفس الموضوع. مهما كان عندك من اعداد يعتبرون اوبجكتس، وكل الاوبجكتس هذولا يمشون على القالب الأساسي إنه مطلوب منهم name, id, phone number. That's it. لو نأخذ المثال السابق بشكل مفصل، نفترض أن والله مثلا عندنا هذا الكلاس خاص بالستودنت، في الفاريبلز اللي نحتاجها نحتاج منها اسمه، اليونيفرسيتي id، رقمها الجامعي، عمره، والادرس عنوان، والايميل. اما بالنسبه للاوبريشنز او الميثود الخاصه بهذا الكلاس، راح يعطيني الكورسات اللي ياخذها، يحسب لي الجي بي اي معدله، ايضا ممكن نحتاج الفول نيم اللي هو اسمه بالكامل. هذا كمثال. بالتالي عندك الاستودنت الاول راح يطلب نفس الطلبات مذكوره في الكلاس اجباري، لان هذا اوبجكت فهو يتبع هذا الكلاس. ايضا الاستودنت الثاني نفس الشيء، الاستودنت الثالث، الى اخر طالب، مهما كانوا 10,000، 20، 30,000، كل الطلاب راح يطلب منهم نفس البيانات المذكورة في student class، الكلاس الأساسي. نفترض أنك قررت والله أنا أبي أطلب منهم رقم الجوال، هذا يعتبر تعديل في الكلاس الأساسي، عشان كذا راح يكون تأثيره على جميع الأوبجكت. مثلا قررت أنك تستخدم ميثود جديد أو تكتب ميثود جديد، أعطني الترم الحالي، إيش هو، في أي ترم هو قاعد يدرس. نفس الموضوع راح يطلب من كل طالب أو من كل أوبجكت الكورنت ترم أو الترم الحالي اللي هو يدرس فيه. لما تسوي مشروع كبير ويكون هناك فيه متطلبات كبيرة وكثيرة، يكون عندك مثلا student class، ايضا راح يكون عندك course class، teacher class، classes class، وعندك عدة كلاسات تقدر تضيفها، ما عندك مشكلة، يعني الموضوع جدا بسيط. لكن الكلاسات هذه راح تكون شيء رئيسي ويتبع كل كلاس
الاوبجكتس الخاصين فيه. فمثلا عندك كلاس ستودنت راح يكون فيها هناك جميع الستودنتس، هذول يعتبرون اوبجكتس راح يمشون على المسار الاساسي الخاص فيه. ايضا على الكورسات راح يمشون على نفس مسار الكورس الاساسي اللي هو الكلاس. التيتشرز كلهم يمشون على تيتشر كلاس، نفس البيانات يطلب منهم. ايضا الكلاسز او مكان القاعات والمحاضرات نفس البيانات تطلب منهم. عندي مثلا الاشكال هذه، اوبجكت واحد، اوبجكت اثنين، او الكائن اثنين، ثلاثة، وايضا اربعة. عندي اربع مجسمات، اربع مجسمات مختلفة، فعندي مربع، دائرة، مستطيل، ومثلث. لو نبي او نحتاج ان نضمهم في حاجة واحدة او بصفة واحدة، راح نحتاج الى كلاس، هو الشيء اللي راح يربط هذه الاجسام او هذه الاشكال. أنا دائما اسميها اجسام لانها اوبجكتس، فاطلق عليها اجسام او كائنات. بالنسبة للكلاس، لاحظ ان لكل شكل راح نحتاج الى كلر، هذا بالنسبة للاتريبيوت او السمات اللي نحتاجها. راح نحتاج الكلر، اللون، ايضا قيمة الاكس على محور اكس، وايضا على محور واي، وايضا الروتيشن، هذه نحتاج قيم فيها. بالنسبة للأوبريشنز، العمليات اللي يقومون بها، نحتاج ميثود اسمه draw انه يرسم، والسايز انه يوجد الحجم، السنتر كنقطة اساسية في الشكل عشان يرسم منها اكس واي، وايضا الراديوس اللي هو القطر. لكل شكل من هذه الاشكال راح يمشي على نفس مسار هذا الكلاس. فعندك مثلا الاوبجكت الاول اسمه سكوير، الاوبجكت الثاني اسمه سيركل، اللي بعده اسمه ريكتانجل، اخر واحد تريانجل. هذه الاربع اوبجكت كلها تحتوي على بيانات اساسية خاصة فيها، ويختلف من شكل الى الاخر. هذه هي البيانات تمثل او تصنع هذا الاوبجكت. ومثال على هذا، تلاحظ ان كل اوبجكت له لون خاص فيه، له حجم، وايضا طريقة الحركة راح تختلف. فلاحظ معي هنا، شوف كل جسم يختلف عن الاخر، فيجمعهم كلاس واحد اللي هو الشيب، ولكن البيانات المدخلة تختلف من واحدة الى اخرى، من ناحية اللون، من ناحية الحجم، من ناحية احداثيات الاكس والواي، وايضا الاوبريشنز او الاكشنز اللي هي الافعال اللي يقومون بها تختلف، او يختلف كل جسم عن الاخر، او كل كائن عن الاخر. انواع الكلاسات، عندي نوعين، اللي هو الاوتر كلاس اللي هو الكلاس الاساسي، والنوع الاخر اللي هو انر كلاس، الكلاس الداخلي. مثال على هذا زي كذا، الكلاس اوتر ديمو هذا هو الكلاس الاساسي، كلاس انر ديمو هذا كلاس جوا الكلاس الاساسي، هذا معنى انر كلاس. الانر كلاس يحتوي على عدة انواع، في عندي نستد انر كلاس، ميثود لوكال انر كلاس، انونيمس انر كلاس، وايضا ستاتيك نستد كلاس. الاوتر كلاس يحتوي على تو موديفايرز، معرفين، اما ديفولت او بابليك. ديفولت مقصود به انك ما تكتب بابليك، تتركه بدون كلمة بابليك، هذا معناته ان يكون ايش، ديفولت. يأتي معها واحدة من الكيوردز التالية، اما ان يكون ابستراكت، فاينل، اذا ما كان في واحدة من الثنتين هذولا راح يسمى كونكريت كلاس، معناته كلاس كامل. مثال على هذا، كلاس مثلا اوتر ديمو، هذا المثال معناته ديفولت، ما ذكرنا قبلها اي شيء. النوع الثاني ان يكون باستخدام كلمة public، فبيكون هذا الشكل public class او abstract class او public abstract class final class واخيرا public final class، ولا ننسى في الاخير اسم الكلاس. بالنسبة للinner class، تعريفه بشكل بسيط قد ذكرته، هو عبارة عن كلاس جوا كلاس،
ونفس الشيء اللي ذكرناه بالنسبة للأوتر كلاس يحتوي على modifiers، الأول default، الثاني public، وعنده أيضا حاجتين إضافية اللي هو protected معناته محمي و private معناته خاص. أما بالنسبة للكيوردز يا إما abstract أو final، وإذا ما في واحدة من الثنتين هذولا راح يكون أو يسمى concrete class. مع العلم أن الابستراكت كلاس لا يمكن أن يأتي private، لأن الابستراكت يكون class ناقص، فهو يحتاج أنك تستدعي حتى تكمله. فإذا جعلته private معناته خاص، بالتالي لا يمكن أنك تستدعي، وهنا يكون الكلاس ما له فائدة. مثال عن الأوتر كلاس والإنر كلاس، نروح على برنامج إكليبس، أحد المجلدات، ثم بعدين كليك يمين على الباكج، بعدين نختار كلاس، نسمي الكلاس هذا خلنا نقول example، أو خلنا نسميه مثلا outer class. لا ننسى أول حرف capital. هذا class، أوكي، هذا هو الكلاس بشكل مبسط جدا. هذا يسمى outer class لأنه هو الكلاس الأساسي. لاحظ معي حاجة، لو حذفت كلمة public طالع في الملف، شوف كيف تغير شكله، هذا هو اللي يسمى default. نرجع الكلمة، شوف كيف، ها لاحظ هنا في الملف هنا، شوف كيف تغير. طيب كلمة public معناتها انها عام في نفس الباكج، هذا بالنسبة للكلاس. طيب هل اقدر اسوي كلاسين ثلاثة في نفس الكلاس؟ نعم، باستطاعتي اكتب كلاس اخر، اقول مثلا كلاس example underscore 2، ايضا كلاس example underscore 3، واقدر اخذ اي رقم من الكلاسات اضيفه هنا بشرط اني اغير اسماءها، مثلا 4 5 6. شوف كيف عندي هنا ست كلاسات. طيب فين الإشكالية؟ إذا جيت عند أحد الكلاسات هذولا وكتبت كلمة public، لا يمكن، مو علشان هذه الكلمة إنها موجودة في هذا الكلاس إنها محجوزة، لا، شوف كيف لو حذفناها برضو ما زال هناك فيه خطأ. المشكلة هي إيش؟ اسم الملف هنا outer class، بالتالي هو الوحيد اللي له أحقية أن يكون public أو default. بالنسبة لباقي الكلاسات لا يمكن أنها تكون public، فكأنك تسوي عملية تعارض أن اسم الملف outer class والإعلان عن الكلاس اللي موجود يختلف اسمه تماما، اسمه example 2. فهنا الشيء الوحيد اللي تقدر تسويه أنك تخليها كلاسات default عادية. هذا بالنسبة للديفولت كلاس. بالنسبة للإنر كلاس هو عبارة عن كلاس جوا كلاس. مثال على هذا كلاس، أنا ننزل هنا تحت، مثلا نكتب example 1، هذا إنر كلاس. كلاس آخر example 2، example 3. شوف كيف عدة كلاسات، ما في أي مشكلة، كلها صحيحة. فيكون هنا في كلاس جوا كلاس جوا كلاس جوا الكلاس الأساسي اللي هو الأوتر كلاس. أيضا باستطاعتك تسوي two inner class في نفس الكلاس، مثلا عندي الكلاس الأول هذا، أيضا أقدر أسوي كلاس آخر example 2 مثلا، نفس الشيء. هذا هو مثال بسيط عن الأوتر كلاس والإنر كلاس. إلى هنا وصلنا إلى آخر المقطع، أتمنى أنكم استفدتوا، أسأل الله لكم التوفيق وشكرا لكم.